حيدر. ختام مباراة ذهاب دور السدس عشر كأس العرش وضع جاء البيضاوي في مواجهة رشاد البانوسي أحد الفرق التي أصبحت اليوم تنتمي لقسم الهواة وتسارع من أجل العودة مجددا للقسم الوطني الثاني في انتظار معانقة الأضواء وفق برنامج سطر من قبل المكتب الموسيقي قبل بداية الموسم. احنا غادي نوفروا جميع الوسائل الماديه المعنويه للعابه مادام انه معدل الاعمار اللي عندنا تقريبا من 21 22. اذا هاد اللعابه هاد لي جون درنا فيهم الثقه ان شاء الله، وعلى اساس انه في الظرف ديال ماكسيموم ديال 3 سنوات نكونوا ان شاء الله في القسم الوطني الاول. الفريق المضيف جاء العائد بتعادل من على ميدان البطل المغرب أتلتيك تطوان استعد لمقابلة الكأس بكل جدية تحسبا لأية مفاجأة في غياب عبد الإله الحافظي المصاب. وبالفعل لأن أعطى تجربة أنه في الكؤوس عامة وفي جميع الدول أن كيكونوا مفاجآت. كنظن بأن الفريق ديالنا الرجاء البيضاوي استعد بما كفاية وبأن الإطار السي بن شيخة يعني كنظن بانه يعني هذا الجانب واعي به كل وعي وما كي بهذه العباره ما كيحتقر حتى شي فريق، وخاصنا نحترموا الخصم وخاصنا يعني ناخذوا المقابله بواحد الجديه، والمقابله ما كتربح حتى النهايه ديال التصفير ديال الحكم. العناصر الجويه لم تحتاج وقتا طويلا لهز الشباك، فبعد بناء هجومي محكم الوافد الجديد يحيى كيبي يتمكن من توقيع اولى اهدافه مع الرجاء. اللاعب نفسه سيساهم من خلال هذه المحاولة في صناعة الهدف الثاني الموقع من طرف الوافد الآخر صلاح الدين العقال. بالمقابل محاولات رشاد افتقدت للفعالية الكفيلة بالعودة في المقابلة. يحيى كيبي كاد في هذه المحاولة أن يستغل خطأ الحارس رضوان النصري إلا أن الدفاعية تدخل. الهداف البوركينابي يحيى كيبي ومن رأسية مركزة يتمكن من إضافة الهدف الثالث. دقيقتين عن الهدف نجم اللقاء يحيى كيبي يوقع على الهدف الرابع والأخير له في المواجهة. دقائق على بداية الشوط الثاني البديل جواد إسن ينضم إلى لائحة الهدافين ويتمكن من توقيع الهدف الخامس. الدقيقة 57 الحكم نور الدين إبراهيم يعلن عن ضربة جزاء بدعوى إسقاط صلاح الدين العقال داخل منطقة العمليات. فيفيان مابيدي هو من تكلف بالتنفيذ إلا أنه لم يفلح في تحويلها إلى هدف سادس. حضرنا روحنا مليح، حذرت الفريق ديالي على المفاجآت، والبرنوصي راهو فريق عنده تاريخه وفريق اللي عنده ليستوار ديالو، وحضرنا ليكيب سيكولوجيكمون باللي ما لازمش نتخاذلو، لازم نكونوا قويين. كنا قويين، درنا 30 مينوت دو نيفو، ومن بعد داك تعرف طيح الريتم دو جو ولينا نجيريو في اكثر. دوزيام ميطا قلت للاعبين، قلت لهم ما تمشيوش، خليهم هما يجيونا pour trouver quelques espaces باش نقصوا الانرجي. فمقابله جات في واحد الوقت اللي ما غيساعدناش تماما، لان جاوا في واحد الفتره ديال الاستعدادات. ما يمكنش فريق ديال الرجاء اللي استعد شهرين وغتجيه مقابله مع البدايه فهي في صالحه. فريق لها استعد 3 اسابيع وامكانيات محدوده ولاعبين باقين صغار اللي صعيب عليهم حتى الجو الضغط ديال الجماهيري، فطلبنا منهم بانهم يلعبوا بدون ضغط ويحاولوا يلعبوا الكره اللي كيعرفوا. فكنظن بان الضغط كان شويه ما حاولوش يحيدوا عليهم، فداك اللي خلينا منه قبل المقابله هو اللي وقعنا فيه. اللي كنتمنى الان هو مقابله الاياب ما تزيدش تاثر عليهم نفسانيا، لان بغينا نكونوا بغينا نعطوا اللاعبين واحد الثقه اللي تخليهم يكونوا في مستوى هذا الموسم. رجاء البيضاوي يضرب بقوه ويتفوق بخماسيه نظيفه كاقوى حصه تسجل في مباريات ذهاب دور السدس عشر كاس العرش، ويصعب من مأمورية رشاد في التاهل الى دور الثمن في مباراه الاياب.